أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. بعد أن خاطب الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام المؤمنين بأن ذكر أوصاف بعض الأنبياء والمرسلين، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة جل وعلا قائلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، أي أن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين وخاصة أولي العزم. ثم بعد ذلك في سورة الأحزاب في الآية 20 خاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين عامة قائلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أي أن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين بأن يكون أعلى قدوة لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المؤمنين والمسلمين جميعا إلى أن يقتدوا بأصحابه قائلا: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، ورسالتنا لشباب أمتنا: شباب أمتي إليكم دعوتي، فليكن نهجنا محمد قدوتي، أبو بكر وعمر أولئك السادة، نجوم في العلا شموخ الهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر أستاذ مروان لأنه سمح لي للمرة الرابعة أن أنا أكون أشارك التقديم في الحلقة ديت. الحلقة دي حلقة خاصة هبتديها بالرسول صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد، معاذ ومعوذ، ودول كان عمرهم 11 سنة، زيد بن حارثة، عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ورمز العدالة، صلاح الدين رمز الرحمة، سيف الدين قطز، الظاهر بيبرس، سليمان القانوني، سعد الدين الشاذلي، محمد رفعت جبريل، عبد المنعم رياض، إبراهيم الرفاعي. دول كلهم ملاحم بشرية سواء في التاريخ بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وما تلاه، أو في التاريخ الحديث خاصة 67 و73 وما بينهما من حرب استنزاف وما بينهما من كفاح عشان نوصل للنجاح. البرنامج بيهتم بالصحة الجسدية للأطفال. النهاردة عملنا الحلقة دي عشان نقول زي ما احنا بنهتم بصحة الأطفال محتاجين نهتم بإيه اللي هم يعرفوه بيتزرع في عقولهم وصحتهم النفسية. الصحة النفسية والصحة العقلية بتكتمل لما ألاقي قدوة في حياتي. السيرة الذاتية للناس اللي أنا قلتها من شوية محتاجين إن أطفالنا يعرفوها. للأسف الأطفال دلوقتي معظمهم بيتابعوا اليوتيوب والسوشيال ميديا والتلفزيون، واللي بيسهر طول الليل وينام طول النهار مفيش غرز للقيم، يتابع أخبار الممثلين مع احترامي، يتابع المجلات بتاعتهم، مفيش قدوة أمشي وراها، مفيش قصة كفاح، مفيش ملحمة بشرية تأثر فيا وابتدي أقلدها عشان أحقق المستحيل. في 67 و73 إحنا نعتبر حققنا المستحيل عشان كنا بنحارب على وجود وكرامة. الناس كافحت، الناس من فشل لإعداد للنجاح للنجاح. الأسماء اللي أنا قلتها دي كلها محتاجين إن إحنا نعرف سيرتهم الذاتية، وفي كمان جنبهم جنود، آلاف من الجنود المجهولة محدش يعرف عنهم حاجة، والنهاردة مهمتنا إن إحنا نسلط الضوء عليهم. آلاف من الشباب شاركوا في 67، وآلاف من الشباب شاركوا في حرب الاستنزاف والتمهيد للنصر، وآلاف من الشباب عبروا القناة وقضوا على ما يسمى بالأسطورة خط بارليف. معانا النهاردة الحاج صالح الشرنوبي، ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في عمرك، أحد أبطال 67
وحرب الاستنزاف، وهقول احد ابطال 67، لان 67 هي كانت خطوه عشان اوصل بيها ل 73. يمكن النصر ده ما كانش هيتحقق لولا الكبوه اللي حصلت. ومعانا الحاج نادي احد ابطال العبور 73. اهلا بيك يا حاج نادي. مشاهدينا الكرام، يعني الحلقه النهارده حلقه مهمه جدا ومفاجاه مهمه جدا 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 لجمهورنا، جمهور برنامج من احياها. يعني النهارده اخترنا ان احنا نسلط الضوء في ذكرى انتصار اكتوبر، ان احنا نسلط الضوء على ابطال في حياتنا، ابطال وقدوات ايضا يجب ان نقتدي بهم ونحتذي بهم. يعني بطل حرب 67 وحرب الاستنزاف، وافخر ان يكونوا يعني يكون من ابناء قريتي، وهو زوج عمتي الحاج صالح الشرنوبي. اهلا وسهلا بك يا مصطفى. اهلا وسهلا بك، شرف لينا حاج. وايضا شرف لي ايضا ان يكون من ابناء مركزي الحاج ناجي الطير. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هنبدا ان شاء الله، يعني من المفترض ان احنا نبدا مع الحاج صالح مبدئيا. اتفضل حاج صالح، عرفنا بنفسك. صالح عبد الفتاح شرنوبي ابو حمص بحيره. سلاح حضرتك؟ سلاح مشاه ميكانيكي، الفرقه الثالثه مشاه ميكانيكي. كلمني عن حضرتك، حضرت النكسه. ومش هسميها كده. اتفضل. هي خطوه للنجاح ان شاء الله. كلمني عن الليله اللي قبليها ويوم 5 يونيو، ايه اللي حصل بالظبط؟ يوم 4 يونيو مش 5 يونيو، يوم 4 يونيو الليله اللي قبليها 4 يونيو الطيران اللي صور، احنا سيبوه مصري وهو ما كانش مصري، كان اسرائيلي. طيران الصهاينه. ثاني يوم 5 الصبح الفجر بدا الهجوم، هم ضربوا الاول، كان هم ضربوا فاول له. يوم 5 الساعة 4 كده ولا 3:30 لقينا بعض الجنود جايين، فكرناهم إسرائيليين، خدنا استعدادنا على الضرب، لقيناهم بيشوروا كده بإيه بهدوم وبفانيلات وبتاع. حصلونا قالوا لنا أنتوا قاعدين ليه؟ ده إحنا إسرائيل جاي ورانا. ده اللي هو الخط الأول. الخط الأول انكسر، إحنا كنا خط تاني، كنا عند حتة اسمها جبل لبنى وجبل الحلال. كان ده موقعي. فاخذوا ميتنا واكلنا ومشوا، ما قدرناش نمشوا معاهم. جه بالليل قائد السريه قال اجمعوا جماعنا، قال كل واحد ياخذ سلاح على قد ما ياخذ، ذخيره على قد ما ياخذ، وقنابل على قد ما ياخذ. ايه يا فندم رايحين فين؟ قال لي هنغيروا موقع. دي كانت اوامر بالانسحاب؟ بس انسحاب كده عشوائي، على الهادف عشواء، والفاظ عشوائيه مش اصفار، مش اوامر يعني بالقانون. ما كانش في خطه بمعنى اصح. لا فكله ركب، طلع يوجد وركبه، وانا خدت قراري مش راكب، لان عارف ان اول ضوء الصبح هيتعمل فينا ايه. ترى ما ركبتش العربيات؟ لا 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 لا، اخترت ان انت تمشي على رجلك. تمنا ماشيين لغايه الظهر كده، لقينا بقى تعبنا، لا ميه ولا اكل، تعبنا طبعا. حوالي كم كيلو حد صار؟ كتير. ده فين؟ ده عند رفح، قريب من رفح كتير. حوالي كم ساعه؟ ساعة تزيد. ده احنا مشينا، انا مشيت حوالي 28 يوم ولا اكل ولا ميه ولا حاجه. كنتوا عايشين ازاي؟ فجر يوم 29 من يونيو كان معايا 25 عسكري وظابط كبير في السن، وكنت انا المتحدث بتاعهم، يعني اعمل كذا خلي كذا هيحصل كذا، في طوال الايام اللي مشيناهم. يعني كان معايا زميل استشهد الله يرحمه، اسمه محمد عبد الباقي اسماعيل. قصته ايه؟ صورتك يا حاج، وانت صورة حضرتك اهو، انت حضرتك في الجيش. المهم مشينا بقى، نمشوا وننام ونصحوا ما لقوش حد، ولاقوا حد ولاقوا كده، يعني اللي يصحى من النوم يمشي واللي نايم خليه نايم دقايق او ربع ساعة. المهم تكوننا احنا لغاية ما لقيت لبس مدني وخدته لبسته، بقيت عربة وكده، طاقية وقفطان وجزمة كاوتشي وبتاع. وتم ده احنا ال 26 عسكري والظابط ده مع بعض، ما سبناش بعض. انا معايا شاي وسكر وكبريت، وقلنا معاهم الميه. جه الشهيد محمد استاذن وقال لي هنروح نجيب ميه معاهم. كانوا عاملين عند فناطيز الميه بتاعت الوحدات المتروكه المصريه. قناصه اللي يروح يشرب يضربوه، فالمهم صفوه بخزنه بحلها.
شهيد محمد عبد الباقي ما كانش المفروض يروح، واحنا ما كانش المفروض يروح لان احنا معانا اكتفاءنا، معانا الشاي والسكر وهم محتاجين للشاي والسكر واحنا محتاجين للميه، فبنكملوا بعض واحنا مع بعض على طول، ما عادش بنسيبوا بعض. هو ما كانش المفروض يطلع الطلعه دي يعني. لا ما كانش المفروض، هو صمم يطلع، صمم يطلع على قدره يعني. انما نحن اجال مؤجله سبحان الله. فالمهم طب انا بقى ماشيين نمشوا الصبح، لقوا نفسنا مطرح ما كنا الصبح لغايه المغرب، لقوا نفسنا الصبح خدنا الطريق الاسفلت بالحزب عشان ما انتهوش تاني. كنتوا بتروحوا وترجعوا في نفس النقطه اللي انتوا ابتديتوا منها، انحرف شمال سنه او يمين سنه، ما عادش لاقوا نفسنا مطرح ما كنا قاعدين الصبح. عايز نقف مع عند الحته دي، وعايز ارجع بعدين للحاج ناجي. يعني حاج ناجي حضرتك حضرت 73 تمام؟ حضرت 73، القوه الاساسيه بتاعتك كانت فين؟ الاول انا ناجي عبد الحي الطير تمام، من ابناء مركز ابو حمص، مواليد 5/12/49 تمام. دخلت الجيش في 69، حصلت على فرقه صعقه راجيه رقم 143 في اواخر شهر 12 سنه 69. بعد كده التحقت بكتيبه صعقه ثم الكتيبه 603 مشاة اسطول. تدربت الكتيبه دي كانت على مستوى عالي من الكفاءه، وكانت بتتدرب بالبرمائيه دبابات برمائيه طباقس في المنطقه اللي هي من راس التين للعلمين، تدريب على العبور، بس هو ده بيعتبر اكبر من العبور بكتير. لكن كل صورة حضرتك معانا متواجده على الشاشه حد معانا. كان سن 22 سنه انا ذاك، انا ذاك ايام الحرب 23 سنه ما شاء الله. المنطقه اللي حضرتك دربتوا فيها دي شبح القناه، المنطقه دي اكبر من القناه. بس هو في القناه يعني ايه، هنا امواج اعلى كمان من القناه. ما كل ما اتدربت في مكان اصعب كل ما كان الثاني اسهل بالنسبه لك. ده التحضير، التحضير الاعداد، الاعداد اه. وبعد كده اتنقلت الكتيبه دي في 8/9 سنه 73 الى منطقه الادبيه مدخل قناه السويس من البحر الاحمر، وكان قصدنا نقطه قويه للعدو اسمها عيون موسى، وعرض القناه في المنطقه ديت حوالي 12 كيلو. 8/9/73 8/9/73 يعني قبل شهر تقريبا، قبل شهر وقبل رمضان بحوالي 20 يوم تقريبا او 23 يوم. يعني رمضان حصلنا، رمضان حصلنا في الادبيه تمام، فاستمرنا في الادبيه دي فتره، وبعد كده القياده جالها اوامر، القائد جالها اوامر ان احنا نتنقل لمنطقه اسمها جنيفه. جنيفه دي اللي احنا عبرنا منها، اللي عبرت منها الكتيبه 603 يوم 6 اكتوبر. كان عرض القناه حوالي قد ايه في النقطه دي؟ هو كانت البحيرات المره الصغرى. عرض القناه فيها 5 كيلو. 5 كيلو، كبرى 7 والكبرى 7 كيلو. والصغرى 8. الصغرى 5 كيلو. وعبرت بالدبابات البرمائيه اللي هي الطباس دي بتشيل 22 واحد. تمام. وكانت مهمه الكتيبه ديت ان طبعا الاسرائيليين كانوا عاملين خط برليف بعد 67، كان حييم برليف ده رئيس الاركان، اركان الجيش الاسرائيلي. وكان موشا ديان وزير الحرب، وزير الدفاع، وزير الدفاع. فموشا ديان قال مقوله، المهم انه ان حييم برليف لف العالم وشاف الخطوط الدفاعيه في العالم، واستخلص من كل خط دفاعي اقوى حاجه فيه. يعني هو عشان يبني خط برليف، عشان يبني خط برليف، عشان هو نسبه خط برليف نسبه الى حييم برليف، لان هو كان رئيس الاركان في الوقت ده تمام. فهو شاف كل خط ايه احسن حاجه في الخط ده، في خط الدفاع تمام، وجابها هنا وعمل من وكون منها خط برليف. خط برليف ده كان عباره عن نقط قويه بينها وبين بعض مسافه يعني غالبا من 8 ل 12 كيلو تمام، ومحصنه ومجهزه باعلى التجهيزات واعلى التحصينات تمام. لكن الاسرائيليين بيعتمدوا على الاحتياط خفيف الحركه، لو هم عندهم لو احنا عبرنا القناه ودخلنا على خط برليف لازم ايه الاحتياط خفيف الحركه ده يتحرك بسرعه
فكانت مهمة الكتيبة بتاعتنا ان هي تصد هجوم الاحتياطي خفيف الحركة على ما القوات المصرية اللي هتعبر القناة تستولى على النقط القوية. تمام. حاج صالح، اتفضل. قلت لي ان حضرتك مشيت في الصحراء حوالي 28 يوم. كنتوا بتاكلوا وبتشربوا ازاي؟ بناكلوا بالصدفة اللي لاقوه ناكلوه. علبة علبة بسكوت، علبة فول، علبة فاصوليا، ان كان لقينا سعين القتال. واحنا بنحضر للحلقة قلت لي مقولة كده، القرف ممنوع. وايه بقى؟ هتقرفي من ايه؟ القرف ممنوع. هتقرفي هتموتي من الجوع. قرفانة القرف والكلام ده في البيت عندنا، ولكن في الصحراء يا تاكلي يا تموتي. انت قدام تحدي. والميه دي بقى بالصدفة، ولو سمحت دفعة اديني غطا زمزمين. غلطة، وهو بكب كده عشان ما تنزليش النقطة بره، ياخد له 3-4 دقايق وهو بيحط بالغطا. الناس دي كانت عايشة على شربة مية. ويمكن هو ده التحدي اللي أدى للنصر. طبعا. وخط بارليف وتصميمه هو ده برضو التحدي. طبعا. اللي أدى لكل مكان اللي قدامك مستحيل بيتحدى فيك ومن جواك مشاعر تقدر الإنسان يقدر يعمل كل حاجة. حاج صالح. منطقة اسمها بير العبد لقيت فيها عملية إبرار جو، مطرح جنزير ومطرح هبوط ومظلات كبيرة، مظلات حرير كده ناعمة وفيها خطوط. قعدتوا في المكان ده؟ لا ماشيين احنا ماشي. وانت ماشية كده كأنك ماشية بتتفرج على حاجات، قصة الأسد، بتدوري على حاجة تاكليها أو تشربيها. أنت قلت لي في قبل قصة الأسد، قلت لي كنتوا بتشربوا ساعات البول. أنا شربت البول وكلت الحنظل وكلت كل حاجه نلاقيها، نباتات الصحراويه. اي حاجه ناكلوها، وبالصدفه يعني تلاقي مره وعشرة ما تلاقيش كده يعني. القصر. فالقصر طبعا واحنا ماشيين الفجر كده، فجر اليوم اللي اتأثرت فيه لقيت مجموعه، لقيت واحد لابس نظيف كده حلو كده، مش متبهدل ولا حاجه، فجيت خرم علينا كده وقال لنا انتوا رايحين فين؟ قلت له رايحين عايزين ندوروا على القناه فين، مش عارفينها فين. كان بيتكلم عربي كويس؟ من عرف لغه قوم امن مكرهم. المهم فقال لي ده التبه اللي قدامكم ديت لو تطلعها تنزل من الناحيه الثانيه هتلاقي القناه. طلع كذاب. لا 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 كذاب. ما شكتوش فيه؟ لا ما شكناش فيه، احنا كنا بنصدق له اي حاجه. هو يا راجل ودينا بالليل ضلمه. وخلي بالك الضلمه في الصحراء ما بتبقاش ضلمه كحنه. ضوء القمر؟ لا ضوء الدنيا كده، ما فيش حاجه تروقك ولا تخش الرؤيه عنك. سبحان الله. شبه نور كده، سبحان الله. فطلعنا التبه جينا نبصها كده وتعبنا، جينا نايمين. قلت لي التبه دي وانتوا بتطلعوها كانت رجلكم بتغرس واحنا تطلع متر تنزل نص متر. تنزلي تاني، ممكن تنزلي تاني، وساعات نحبو على ايدينا ورجلينا كده من الارهاق والتعب. متخيلين الناس دي مرت بايه في الصحراء تحت الشمس او تحت او بالليل في الضلمه وهم تايهين ومش عارفين رايحين فين ولا جايين منين؟ كمل. لما نمنا صحينا على لسعة شمس الساعة 10 كده، الشمس هتاكلنا كده. كنت انا معايا بقى هدوم اطفال لاقيها في بيت عرب، والشاي والسكر والكبريت زي ما حكيت لحضرتك، ولقيت عبايه بتاعت اللي بيلبسوها الناس العمد والفلاحين دول، عبايه سودة، وتوب عبك، العبك اللي بنجيده بيه المناجيدين، توب 30 متر. فصحينا بقى من النوم النار هتاكلنا الشمس. فقلت لهم خدوا كل خد العبايه دول واستظلوا بيها شويه والبتاع الابيض. في الوقت ده حصل ايه؟ هذا الوقت حصل ايه؟ عملنا شاي وقعدنا كده، بصيت لقيت نظارة ميدان بتصف. أيوة. علينا كده. ايه؟ نظارة؟ نظارة ميدان. نظارة ميدان. بتكبر مزدوجة كده وبتتمسك كده وتشوف، بتكبر الهدف وتجرب. هي النظارة دي كانت بعيدة بس مع ضوء الشمس وانعكاس. أيوة. ضوء الشمس عليها الحاج صالح لقط ان في حد بيراقب، وخاصة المكان لما هو كان كمان واخد فرقة في الحاجات دي. ده انا واخد فرقه في الدنيا في كل حاجه، حتى في الحياه مع في العزب وفي البلاد يعني. يعني مجهز واخد واخد العالمين. فرقه صعقه يعني. فرقه صعقه واشاره ومهندسين عسكريين وقناصه كمان. ما شاء الله. وكنت من الاوائل في ضرب النار الحمد لله. المهم كنا بنقول له ايه؟ قصه نظاره الميدان. فقلت لهم في حد بيصورنا ويحسبنا موقع، يعني ما احنا شبه موقع كده. في موقع ما انضربش، هم متخيل لهم كده. قالوا بعدين قلت لهم في طياره هتيجي ما تخافوش هتصور مش هتضرب.
فعلا جت الطياره ده سلو الحروب يعني. آه. انت بتتكلم نتيجه خبره حضرتك العسكريه. اه فصورت الطياره ومشت، قلت لهم في طيارتين هيجوا ودول هيضربوا، انتشروا انتشرنا كلنا كل واحد نتيجه فوالي. نتيجه لخبرات حضرتك في الفرقه اللي انت واخدها. اه تمام. انتشرنا جنب طيارتين فعلا ينزلوا يضربوا ويطلعوا يضربوا بالفكارز، ما يضربوش بصواريخ، بيضربوا افراد شويه اطفال كده بيضربوهم بيلعبوا كمان يعني مستهزئين. لا مش فاهمه انت بيضربوا بايه؟ بالفكارز. الفكارز ده في مؤخره الطياره مطعم رشاش. رشاش بالذخيره الصغيره. آه. رشاش فبيصاب بيها الافراد. هو ما صادش حد الحمد لله، ولا واحد فينا انضرب. هو جاي يصوركم؟ لا ده بيضرب. ده بيصور صوره مش وبيدي الخريطه للي هيضربه. هو ما فيش مضادات في الارض وهو بتدلع يعني. اه بعد ما مشت الطيارات قلت اصحوا اصحوا جم قاعدين، قلت لهم في دبابات هتيجي، ما كنتش لسه شفت النص جنزير ولا نعرفه. بصيت لقيت الجبل جاي عفر، ثلاث دبابات وثلاث عربيات نص جنزير. نص جنزير؟ اه من قدام عجلتين. من قدام عجلتين وبعد كده جنزير على العجل اللي ورا. تمام. شفت الكراكه اللي بتفحط المصارف والكلام؟ لا. الدبابه بس الجنزير بتاعها الجنزير بتاعها كاوتش مش حديد. تمام. لا هم حديد. ده انا ركبها غدا. ثانيه مجنزره ماشي. فجي القول ده بيسموه ريتل او قول، وبيجي على مسافه كده بيجي فاتح تشكيل معركه، واحده تروح شمال الثانيه يمين بيجبوا عليه انتشار كده خط مستقيم كده اهو بفاصل حوالي 100 متر بين كل واحده والثانيه لغايه ما وصلوا اول التبه كده جم وقفت القول ده العربيات دي وقفت والدبابات وبداوا الافراد ينطوا من العربيات، كل عربيه فيها ايه 10 جماعه مشاة. تمام. الجماعه 10 هي دي فصيله 30 يوم فاتحين تشكيل المعركه بفاصل 5 متر كل بين واحد والثاني يعني، وطلعوا بقى عشان المصاب يموتوه والسليم يقصروه. خلاص احنا انكمشنا كده دي بقى. دي لغه الحرب في العادي ان المصاب يقتل. ما هو هتعملي بيه ايه؟ هيعذبك، عايز مستشفى وعايز علاج؟ لا دمري احسن. هو كده قانون الحرب كده. ده قانون حرب في اي دولة ولا ده اليهود بس ولا ايه؟ متهيج لي كله كده. كله؟ مش عارف. المهم قلت لهم احنا كلنا هنموتوا، فانا سابوني انا كان معايا اتنين لابسين مدني والباقي لابسين ميري، فماسكين فيا يعني تقول انت اللي بتحركنا وانت اللي بتنصحنا وانت اللي بتقول لنا. قلت لهم هنموتوا كلنا يا جماعه، وطبعا الروح غاليه، فلا نعمل كده يشوفوني ونشوفهم، نعمل كده ما نبانش. تتشادد نفسي بينهم، هم خافوا صابوني. جيت مقابلهم رافع ايدي والمخله اللي فيها السكر راحت في ايدي. محمد ده استشهد بقى سبته. يعني انت ضحيت بنفسك؟ اه جيت رايح بقى قابلنا هم قابلوني طالعين ما بصوليش. عندهم اوامر ما نعرفش، المهم ما ضربونيش يعني. فجيت الظابط واقف تحت فهو ثبتني على 3 متر كده ولا وقف وقفت. انت عسكري؟ قلت له لا. انت شويش؟ لا. انت كابتن؟ لا. مصمم ان انا كابتن. كان شكلي صغير بقى ولا دجن ولا شنب ولا عيل يعتبر 20 سنه واحد. خدك وداك فين؟ خدني وداني مطار المليز. لا انت قلت لي محطك على دبابه الاول. حطيني على الدبابه لغايه ما راح عند بقيه المجموعه وتكونوا مع بعض، والقائد الاعلى منه قال له اربطه. بعد الراجل ما اعطاني اكل وميه وسجاير جه فاتح لي المدرعه وركبت، لقيت بقى ايه 5 عساكر في الجنب ده و5 عساكر في الجنب. المدرعه زي بتاعتنا بس بتاعتنا مالهاش جنزير. انت حاولت تنكر ان انت وما صممت ننكر، هو اسم بس اللي قلته صح على اساس ايه؟ خايف امي بصوره وخايف امي تشوفني وانا في التلفزيون ولا حاجه. لما حطوك على المدرعه انت قلت لهم ايه؟ مواجهه 3 مدافع علي، عليهم مدفعين جرونوف وبدفع 12 و7 اللي هو بيطفش الطيران، طلقته كبيره كده يعني. انت حاولت توصل لهم انك مش فاهم فقلت ايه؟ فانا عمال نتكلم بلهجه فلاحي كده، لهجه واحد ما شافش حاجه في الدنيا، حمار كده ولا اي حاجه كده. المهم هتشتغل عنك ولا المهم فبنقول له البندقيات دي لما ترشقوا والعطش الجيم ونجمد الشين وكده يعني.
هو هنا المخ بيشتغل. انا وقعت في الاسر، انا بحاول بقى قدر الامكان ما وصلش حقيقتي. فالحاج صالح حاول يوصل لهم ان هو مش فاهم المدفع من اللي لو قال لي السكه الحديد فين، وبقول له انت بتشتغل فين السكه الحديد فين، لو قال لي فين مش عارف. فقال لي انت لك ابوك وامك، قلت لهم ميتين، قال الله يرحمه، لك اخوات، صنفت له ثلاث ولاد كده، سبعه وثمانيه وتسعه كده يعني، وانا الاكبر. فالمهم خد بقى وداني عند الافندي، والافندي ركبوني في العربيه من جوه، فشفت التسليح بتاع العربيه حاجه حلوه يعني، مدفع هاون، واحد بي 10 وواحد بي 11 واثنين جرونوف وواحد 12 و7، وكل الذخيره متمشطه، كل ده في مفيش 30 خشب خالص، كل ده في العربيه. العربيه مليانه خزن، والرشاشات الكبيره شريطها 250 طلقه. ده اللي خدهم الشهيد محمد عبد الباقي، صح؟ اه من شويه، من شويه. لا ده هنرجع للموقف ده، بس انا عايز ارجع للحاج ناجي. يعني اقول لحضرتك، يعني انت اصلا داخل الحرب مهمتك ان انت تروح فين؟ ان انت تروح على ممر منع الاحتياطي. ايوه، منع الاحتياطي خفيف الحركه، تمام، من الـ 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 التوجه الى القناه، لغايه ما القوات المصريه اللي هتعبر القناه ايوه تستولي على النقط القويه اللي على القناه. يعني حضرتك قمت بملحمه عظيمه جدا. كتيبه 603 603 ان انت منعت الرديف او الاحتياطي، تصدت للاحتياطي. أيوة. اللي جاي من الممرات، حتى تمكن الجيش المصري من السيطره على الاستيلاء على النقط القويه، وحتى اشتغلت الكباري اللي هتعدي المدرعات، تمام، اللي هي هتحمي القوات، تمام تمام. بعد كده ايوه صدرت اوامر الكتيبه ديت ان هي تستولي على نقطه للعدو اسمها كبريت، منطقه كبريت دي كانت نقطه تمركز للعدو. كانت نقطه قويه للعدو، نقطه كبيره، تمام. فالكلام ده كان يوم 8 على ما اذكر، 8 اكتوبر. فروحنا استولينا على النقطه ديت، وكان العدو ملغمها، كان حاطط فيها دايره تفجير وملغمها، وجت المهندسين العسكريين. لما دخلنا النقطه القويه دي، فقائد الكتيبه قال ما حدش ياخد موقع لما نجيب المهندسين، مواقع في النقطه يعني، وملاجئ تحت الارض، وملاجئ ضخمه، وسقف الملجأ حوالي 15 متر سقف، بس السقف بس من الارض لغايه ارتفاع 15 متر، عباره عن قضبان سكه حديد بالطول، قضبان سكه حديد بالعرض، فوقهم شكاير رمل، تمام، وبعدين حجاره، والحجاره محطوط في شبك حديد 2.5 لينين، وكل مترين او ثلاثه ايدك شويه، كل مترين او ثلاثه ايدك شويه، لغايه ما يبقى على شكل هرم، تمام ماشي. وبعدين لها طرقه، كل ملجا له طرقه او ممر يبعد عن الملجا مثلا حوالي 50-60 متر، تمشي فيه تبقى مش باين، مبطن بالصاج وبزوايا الحديد، وماشي فيه مواسير اسلاك الكهرباء واسلاك التليفون وكده، لغايه ما تدخل الملجا. الملجا من الداخل عباره على هيئه عربيه قطر، تمام، مجموعه عربيات قطر بس على كبير شويه، تمام، وفي سراير وستاير وبطاريات، لو الكهرباء اتقطعت تشغل 48 ساعه، عاشه كامله تحت الارض، عاشه كامله تحت الارض، ماشي. يعني يعني حضرتك بعد ما خلصت المهمه الاولانيه انتقلت الى مهمه ثانيه، انتقلنا الى الى منطقه كبريت دي، تمام. ايه اللي حصل في كبريت؟ اللي حصل في كبريت ان احنا لغايه يوم 17 اكتوبر كان الوضع طبيعي خالص، مفيش اي حاجه، جت المهندسين العسكريين وخدت الالغام، اداره التفجير، فصل اداره التفجير، وخدت الديناميت اللي كانوا هم حاطينه، علشان هم عرفوا ان المصريين هيستولوا على النقطه دي، لان استولوا على كل النقط ما فاضلش الا دي، فيعمل ايه؟ عارف ان احنا هنستولوا عليها، فعمل لها دايره تفجير عشان لما نستولوا عليها تتهد علينا، دايره ولها حاجه بعد كام ساعه هتشتغل بتوقيت معين. فالدايره دي جت المهندسين العسكريين وفصلت الدايره ديت ولمت وخدت المتفجرات، واحنا استقرينا في النقطه دي لغايه يوم الرئيس السادات ما خطب يوم 17 اكتوبر. بس في حصار حصل ليكم؟ لا، الحصار بعد كده، بعد 17 اكتوبر، بعد خطاب الرئيس، يبدو ان امريكا دخلت الحرب، لان احنا بعدها بدا الضرب يزيد علينا. طب قصه الاسير اللي حضرتك او الكتاب بتاعتك اثرته؟ يوم الضرب بدا يزيد كل يوم لغايه يوم 22 اكتوبر، تمام. يوم 22 اكتوبر الضرب زاد شويه اكتر، تمام، وبقى يجي في اماكن محدده، تمام. طبعا النقطه القويه دي، النقطه دي اسرائيليه وعنده خريطه ليه،
تمام. ورسم هندسي وعارف هو عارف هي فيها ايه بالظبط، وعارف على مسافات مسافه كذا في كذا، مسافه كذا في كذا، وفي الملاحظه فين وده فين وده فين. فهو كان بيضرب بس الضرب دي ادق. فقاد الكتيبه الموقع مقدم ابراهيم عبد التواب الله يرحمه قال لابد ان في ملاحظه غريبه. فالملاحظه بتاعتنا دورت لقينا العربيه جيب مخندقه ورا ساتر تراب. الملاحظه دي اللي هي ابراج المراقبه؟ لا، الملاحظه دي بتبقى معاه خريطه ومعاه نظاره زي اللي قال عليها الحد دي، ومعاه جهاز بيرصد به المكان ويبلغ ورا المدفعيه على مسافه 20 كيلو. اسمها مدفعيه هاوزر. بتضرب مدفعيه هاوزر. هاوزر بتضرب من على مسافه 20 كيلو. 20 كيلو دي اللي كانت بتغطي المشاه وهم بيعبروا لشرق القناه، صح كده؟ دي عندنا احنا بقى مش هاوزر، كان مدفع ميدان. وهوزر كان وجايز الهوزر برضه، بس مدفعيه الميدان دي اللي كانت بتغطي العبور. احنا تمام. دخلنا جوه سينا كم كيلو؟ احنا بالنسبه لكتيبه 20 كيلو. وكنت كانت بتغطيك المدفعيه؟ اه كانت المدفعيه بتغطي. المدفعيه كانت مسافتها طويله. تمام. لان هي كانت على القناه بالظبط. انتوا اثرتوا وانتوا متحاصرين؟ لا، احنا يوم 22 اكتوبر الضرب زاد اكتر، فلما قالوا في نقطه ملاحظه القائد قال لابد ان في حد بيراقب بقريب، فطلعت العربيه دي فضربناها بصاروخ اسمه مولوتيكا او فهد. ف واحد مات ونطوا ثلاثه من العربيه، فراح مجموعه جابته، طلع فيهم ضابط ملازم اول واثنين عساكر. تمام. والضابط ده كان يهودي انجليزي. وحتى كان كاتب جواب لامه بيقول لها ان احنا كويسين، وقف اطلاق النار النهارده الساعه 7:10. هو كان مجلس الامن في التوقيت ده جاب لها بيوم واخد قرار بوقف اطلاق النار، وكان رئيس السادات قبل القرار. وهم بيتسرب لهم المعلومات؟ اه، لانه لا هم بيبلغوه، ولانه هو رئيس السادات قبل وقف اطلاق النار، لانه عرف ان امريكا كانت عامله جسر جوي بين واشنطن والعريش. ايه اللي هيعرف حضرتك ان في جسر جوي بين واشنطن والعريش؟ اه، لما كنا بنضربه دبابات اسرائيليه كانت بتهجم علينا. هم عندهم طريقه في الهجوم. تمام. بيهجم من اليمين، يظهر لك بمجموعه دبابات من اليمين. تمام. فانت تاخد من النص والدعم اليمين من الوسط. تمام. يظهر بمجموعه ثانيه من الشمال مع ثبات اليمين. تمام. فتاخد من الوسط والدعم الشمال، يروح هاجم بهجوم مكثف من الوسط. من الوسط، تمام. فاحنا فاحنا كنا هو بيخلخلك في النص. ايوه 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 هو بيعمل كماشه مفتوحه. دي طريقتهم بالظبط، كماشه مفتوحه. عندهم لقم في اللي هنا يقدر يصب هنا. أيوة. واللي هنا يصب هنا. أيوة. واللي ورا هنا هو يصب هنا بالظبط. هي دي اسمها الكماشه المفتوحه. الله يفتح عليك. فاحنا لما عرفنا ازاي ان الدبابات دي ما اشتغلتش قبل كده، لما كنا بنضربوا الدبابات كنا بنروح هم كانوا بيسيبوها ويمشوا. بيسيبوها ويمشوا. لان هم كان اصلا جبنة. هم ما عندهمش يعني ايه يعني برضو ما عندهم المعسكر المصري متين شويه الحمد لله. فكنا نروح الدبابه دي عشان نشوفوا اي اكل فيها، اي مشروب فيها كده يعني. فلقوا الدبابات دي عامله 400 كيلو اللي هي المسافه من العريش لغايه عندنا. زي العربيات بتقدر تعرف هي ماشيه كام كيلو. كام كيلو، فانت استنتجت ان دي ماشيه 400 كيلو. ماشيه 400 كيلو من إيه؟ يبقى جاي من ما اشتغلتش عنده العقل البشري. ده هي دي كان عاملين جسر جوي بينزلوا الدبابات في العريش وتيجي ويركبوها وتيجي عند الاحتياط بتاعها. وقف اطلاق النار ده تزامن مع قصه الثغره والدفرسوار؟ لا، الثغره كانت قبل وقف اطلاق النار. الثغره بدات حوالي يوم 16. دي كانت الثغره. لكن وقف اطلاق النار ده كان يوم 22. احكي لنا كده ايه اللي حصل في الثغره طبعا هم عبروا من الدفرسوار. الدفرسوار دي كانت منطقه ما بين الجيش الثاني والجيش الثالث. احنا كنا اخر كتيبه واخر قوات مصريه في الجيش الثالث. هي المفروض تضاريسها صعبه، صح كده؟ لا، هي ارض المنطقه دي لا، ده ارض مسطحه، ارض على القناه، ارض مسطحه. يعني كان سهل ان هم يمروا من خلالها؟ كان سهل ان هم يمروا من خلالها، بس هو شاف ان دي في مسافه فاضيه بين الجيشين. بين الثاني والثالث. بين الثاني والثالث. تمام. فطبعا هو في استطلاعه بالطيران شاف المسافه دي، فراح مركز انه يعبر منها، وكان عايز يعمل التفاف ورا الجيش الثاني ورا الجيش الثالث. يفصلهم عن بعض. علشان لا يموتهم هناك في سيناء. من الظهر. تمام. من الظهر. صح كده؟ وامريكا ساعدته في كده لان جابت له طيارات وضربت الصواريخ بتاعت قواعد الصواريخ الاول، وبعدين مسحت المنطقه، وقال لك ان هم احسن انهم يروحوا من السويس، لان قناه السويس دي اسمها قناة السويس نسبة إلى مدينة السويس.
فهم عايزين يتصوروا في مدينه السويس ويقولوا ان هم حولوا النصر الى هزيمه. دخلوا السويس. دخلوا السويس. تمام. ولذلك هم ما قدروش يدخلوا. جابوا جولدا مائر وصوروها في السويس. على مشارف السويس. على مشارف. لكن ما قدروش يدخلوا السويس. تمام. عشان اهالي السويس. اه فاحنا بعد اسر الناس دي يوم العدو حب ينتقم من ان هو قال لنا ان انتوا هتنضربوا بالطيران الساعه 3:30. الساعه 3:30. انت اثرته الساعه 3:10. اه تمام. انتقموا مننا، ضربوا ضرب فظيع، ضرب فظيع بالطيران. كانوا بيمونوا من مطار اسمه مطار المليز. اللي انا كنت اثرت اربع فيه. طيارات اللي انت اتاثرت فيه. اه تمام. دي بينه وبينه دقيقه طيران. دقيقه طيران. فكان بيضرب بطيران الفانتوم. ده طيران الفانتوم دي طياره ضخمه جدا، بترمي قنبله 1000 رطل وبعدين صاروخين في كل جنب، وبعدين بعد كده بتمشي على وش الارض وتشغل الرشاشات. خسائر. اه طبعا. كان في خسائر؟ ايوه طبعا. يوم 23 كان اصعب الايام بقى، هو حاول يكسب ارض بعد وقف اطلاق النار عشان يفوض عليها بعد كده. تمام. ودي خصلتهم برضو دايما. فيوم 22 لغايه بالليل قاعد يضرب، يوم 23 من بدري بدا يضرب ضرب فظيع فظيع فظيع. تمام. ماشي وضرب كل حاجه، عمل ضرب رمى قنابل عنقوديه ورمى قنابل عنقوديه مهلوسه عشان ترمي السلاح وما تحاربش. تمام. ورمى منشورات مكتوب فيها بالخط الايه. تمام. ايها الجند المصري، لقد قام جيش الدفاع الاسرائيلي بتدمير جميع نقط شؤونك الاداريه بالخلف. تمام. ولن تصلك اي امدادات بعد اليوم. تمام. عندما تصلك هذه البطاقه بادر بتسليم نفسك الى جيش الدفاع الاسرائيلي. تمام. ده بيهدك معنويا. اه طبعا معنويا. بيلعبوا على المعنويات النفسيه. سوف تلقى معامله حسنه وترجع الى اهلك واولادك وزوجتك سالم. لقيت معامله حسنه يا حاج صالح؟ لا معامله حسنه. لا لقيت حبه في البدايه وفي النهايه لا. ساعه الميه والاكل والشرب. لا حسنه دي. دي معاملة حسنة في البداية. والله جيت بقى عزرائيل اللي بيفتشنا كل واحد وهو داخل الملعب الكورة. لا يعني عايز حضرتك يعني تحكي القصة دي من بدايتها، لأن يعني احنا بصراحة احنا عندنا في الجيش المصري ان احنا يعني مطالبين ان احنا نتعامل مع الأسرى بالحسنى، لكن احنا يعني نتعامل معانا غير كده. والله الراجل الظبط اللي مسكته في البدايه ده راجل محترم. تمام. الحاج انجاله اللي بعد كده اعطاني اكل وميه وسجاير. كان عنده اكلات. وبقى خايف عليا وانا راكب ومسكني بالراحه كده وحاطيني في العربيه من جوه كده، يعني برفق وادب يعني، ولا شتمني ولا مد ايده عليا ضربني ولا اي حاجه خالص. تمام. وانا سالته سؤال برضه بالهباله كده، فبنقول له انتوا بتتعاركوا مع حد وفيها حد بيضرب بالبندقيات والنوريه وكده يعني؟ انت عايز توصل له ان انت مش واعي للي بيحصل ايه بالظبط. فقال لي بنحاربه. قلت له بنحارب مين؟ قال لي الاردن تمام، سوريا تمام، القاهره، وجي عامل في الساعه كده عبكره بكير الساعه 12 بنكون بمنشيه البكري. اللي يعني هو بيقول لك ان هو استولى على سوريا والاردن اللي هي مكان جمال عبد الناصر. أيه. هو عايز يقول لك ان مكان الرئيس بتاعه هو قال لي كده بلاش تحت ادارتنا بكره. تمام. فوصلونا عند هو عايز من النيل للفرات. أيه. طبعا وصلونا المطار المليز ونزلوني بقى العربيه دي جابه واحد ودي جابه اثنين بقينا زي 10 15 واحد كده من كل فيلم كده. لقيت واحد بقى هرقل كده واقف مقفز من هنا وبتاع وصحه وحاجه عافيه جدا. المهم بفتش بطريقه كافره يعني، بفتش هنا وفي حضن البني ادم وفتنت ركبته. طب خلاص انت فتشت واطمئنت اللي ما هوش مفرقعات ولا بتاع. فبيقول له اقلع الستره اللي هي القميص يعني. يقلعه ويحطه كده وبعدين يقول له خدهم وخش. وهو بيوطي خدهم زي ما قلت لحضرتك بيديله شلوط بين رجليه. الراجل من الصحة بتاعته يرفعه من على الأرض يقابله بإيده، إيده دي قد إيديا الاتنين كده هنا أهو يكفيه على وشه في الرمل كده. فأنا بقى أزلفلت من دول، أنا شفت ثلاثة أربعة قبلي، طب وأنا هيحصل لي كده؟ أنا هنموت بالشلوط ده. ففتشني وما قاليش اقلع القفطان، قلت بركة اللي جت مني. فقال لي خش. بيتعامل معاك على إنك بدوي. فهو شاكك مصمم إن أنا ظابط، بيقول لي أنت كابتن. فوانا بنجري فبقول للي خلفه دور ثلاث اربع مرات، ندى اللي خلفه دور ده ندى عسكري ما ردتش عليه.
وانت عايز تموه ان انت مش عسكري. اه بفصل لقيت اللي جاي طاير وراي وجمع سكت من دياجه القفطان كده، بقيت في ايده كده هو زي لعبه طفل كده بنلعب في الهواء كده. وجالها في فدي كده قال لي ما بتسمع، خفزت في الارض كده. مش انت قلت لي تقول جاش ما تشوح ما تعمل ماشي. فالواحد برضه لسه له عمر يعني سبحان الله العظيم. في التوقيت ده جت طياره هليكوبتر نزلت وتلموا العساكر سابوا الخدمه وحوالين الملعب نمل مش خدمه 50 60 عسكري وعلى الباب 10 12 واحد حرس. لما قال لي المره الثانيه بقى وقال لي انت ما بتسبحش قلعنا القفطان فتشك. بقيت على صوره كده محزنه يعني. فنلا حملات لحد هنا والبس صغير كده وخلاص وحافي. انا طبعا خدت من القفطان وقلعني الجزمه الكاوتش ده وقال لي خد القفطان. جيت اعمل له هيوفه كده يعني بيسموها هيوفه، كنا زمان واحنا بنلعبوا كوره نعمل نفسها ناخد الكوره وتجري ما تاخدش الكوره. جالك في سنانك دخلت على المعسكر اللي كان فيه رحت نجري هو ضربني بالشرلوط ووقع. جيت انا لقيت الباب على وش الحرس. جيت داخل لقيت التنين قاعدين في السهر وكده. جيت قاعد في وسطهم وخدت من واحد فيهم نص سجاره كده قعدت حاسس عليها بالراحه كده عشان ما تخلطش. توقعت انه هيخش ورايا. لقيت الراجل داخل ورايا زي اعمى مجنون. جي عندي وجي واقف وشد الاجزاء ورشد علي ما بصتلوش بقى. قلت امر لله وللشاهد كده على نفسي من جوايا كده. مكس كده زي دقيقه. وكل ده عايزك تعترف ان انت ظابط؟ هو اتغاظ كل ده لسام اتغاظ من انا وجحته انه ونفدت منه. فربنا ما عماه قال هو يعني لحق يشرب سيجاره يخلصها او ولف مره؟ لف ثلاث مرات وينشل عليا تاني وبعدين الاخر جاب من البندقيه وجي طالع. تمام. خدونا بقى صورونا ويتفرجوا النسوان علينا بتوع العساكر. وبعد كده رجعت بقى؟ لا ما حدش سالنا. لا 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 يعني حضرتك بعد كده ايه؟ خدونا بقى عملوا تبادل اسرى بالدبابات والعربيات كده على مسافه يمكن 800 متر كده على يعني مربع كبير عشان ياخد الناس دي. قعدت قد ايه يا حاج صالح؟ قعدت عندهم زي 15 يوم. وبعدين؟ وبعدين جه لواء كان في ظباط بقى وصف ظباط ولاسيان فطلب مننا ان احنا نعمله ثلاث فئات. الظباط لوحدهم وصف الظباط لوحدهم والعساكر الاميين لوحدهم والصناعيه لوحدهم. انت رحت مع مين؟ كل ثلاثه من واحده واحده. محمود احمد محمود اباظه من منوفيه رقيب متطوع. وعبد الله ده صعيدي راجل على قده كده يعني لا بيقرا ويكتب ولا صنايعي. فانا قلت لهم انا بنشتغل في البوفيه. بتعمل ايه؟ قلت لهم قهوه ومريض مش عارف ايه. انبسطوا بيا وصاحبوني كده العساكر واعطوني بيض. قعدت نشرب بيض ني. رحت تقوت هناك. وقعدوا بقى يتحايلوا عليهم على الصليب الاحمر جي اليو ان رويته بيضاء الامم المتحده. انتوا خدتوا اسرى كتير وهتصرفوا عليهم ازاي وتوكلوهم منين ومن طريقه من هنا حصل ما رضوش ابدا. تمنا بقى يجيبوا لنا بطاطين ويرموها علينا ويجيبوا كشافات كبيره كده اقوى من الكشافات دي منوره علينا طول الليل كده واحنا نايمين في الرمله دي. لغايه ربنا ما سهل وانا زي ما انا صبور كده. رجعت ازاي؟ رجعونا بقى جابوا لنا عارف العربيات اللي بتشيل انابيب الغاز اللي هي مسقوفه بخشب ياما كده وعاليه كده. جابوا لنا عربيات زي دي ينقلوكم ونقلونا بقى على ثلاث ايام. قعدنا في الطريق ثلاث ايام. لقيت نفسك في القاهره؟ لقينا نسيبنا في اسماعيليه. شربت من قناه السويس دي احنا فقدنا حاسه الشم. طيب عايز ارجع للحاج ناجي. يعني حضرتك كنت في كبريت. تمام. حضرتك انقذت 450 او 400 فرد من الموت ازاي؟ انت يعني اكتشفت او اخترعت
محطة تحلية مية، ودي اصلا تخصص الدكتورة ايمان صغيرة. احنا قعدنا اصلا في الكبريت قد ايه؟ احنا قعدنا في كبريت 134 يوم. 134 يوم، اربع شهور تقريبا ونص. تمام، اربع شهور من غير مية. هو انا كان ليا زميل كان اسمه عطية جرمون الله يرحمه، هو مات بعد الحرب، نبحوه مستقرين من بس انتواء. وبعدين انا كنت انا وهو ولنا كمان ثلاثه زمايلنا، فالثلاثه زمايلنا استشهدوا، فاحنا عشان زعلنا عليهم ما خد ساعه ما الناس لقت ان احنا خلاص هنتحصروا وورانا القناه، والقناه عرض القناه في المنطقه ديت 1800 متر يعني مش بالسهل ان انت وعرفنا ان العدو ورا، فيبقى خلاص احنا هنتحصروا، فكل واحد يجري علشان ياخد جركن ميه. كان عندنا جراكن ميه مقدسه دايما في اي حرب، القياده بتبعت اكل لايام بعد كده وميه المؤن. المؤن قصه اختراع محطه التحليه. محطه التحليه، فقال لي ان الميه خلصت هنعملوا ايه؟ فقلت له نشربوا ميه مالحه، فروحنا القناه، قال لي تعال رحنا القناه نشربوا ميه مالحه، لقينا الميه ما بتتشربش فعلا خالص خالص، نسبه الملوحه عاليه باي شيء حال من الاحوال ومره كمان. فقال لي مش ممكن هنموت، فقلت له عم مش مشكله نقطروها. فقال لي قطروها ازاي؟ انا كنت وانا طالب في الاعدادي المدرسه خدتنا في يوم المعمل. والله الوقت يعني بصراحه الوقت بيجري بينا وفعلا ما كفاش، احنا من المفترض ان يكون في حلقه ثانيه، بس هعمل ايه؟ بس حضرتك بسرعه يعني قلت له نجيبه خزان دبابه تمام من المضروبه اللي بتاعت الاسرائيليه دي ونغسلوه ونملوه ميه مالحه ونعمله كانون، وقدامنا خط سكه حديد العريش نطلعه فلنكه ونكسروها ونعمله نار، وحطينا النقطه القويه دي كان فيها مواسير كتير تمام، حطينا ماسوره في مكان الغطا التانك وصلناها على جركن فاضي وولعنا البخار طلع راح الناحيه الثانيه، بدا الجركن يبقى طري، حطينا عليه ميه مالحه بس ساقعه، بدا يتكثف ويتنجط، رحنا لقائد الكتيبه بزمزميه قال الميه كويسه اعلموا زمايلكم كده هنعيشوا. جزاكم الله خير، عشنا 134 يوم على ميه مقطره. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام والله يعني ابطال، ابطال بمعنى الكلمه، يعني في كل احوالهم ابطال، لكن والله الوقت يعني داهمنا، يعني محتاجين حلقه ثانيه في هذا الموضوع ويكون معنا نفس الابطال ان شاء الله، ان كان لنا عمر ان شاء الله الاسبوع القادم وابطال جداد ان شاء الله ان شاء الله. واحنا بنشكركم والله، والله يعني احنا اللي بنشكر حضراتكم على تشريفكم، بنشكركم لان انتوا اديتونا الفرصه ان احنا عايزين نقعد تحت رجليكم. اكيد طبعا الله يكرمك، يعني انتوا فوق دماغنا من فوق. احنا شاكرين الافضل، شاكرين. مشاهدينا الكرام في نهايه حلقه اليوم اشكر ضيوفي الكرام الحاج صالح عبد الفتاح الشرنوبي، شكرا لحضرتك وشكرا لتشريفك لينا. الحاج ناجي الطير شكرا لحضرتك وشكرا لتشريفك لينا. نورتوني. وبشكر طبعا الدكتورة إيمان. شكرا. جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية، تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، أتتنا المواسم.